البعض منا يبحث بين الأزقة والشوارع عن ظل أبوه فلا يجده، ويتمنى أن يشوفه حتى لو بالحلم، وفي كل الأحزان والأفراح أول ما يفكر يكون بأبوه، وفي كل صلاة أو دعاء يذكر أبوه، ويعمل من الخير كثيرا لأجل أبوه أن يذكر بالخير أو يدعو له بالخير. وفي كل الأعياد يتذكر أبوه شلون كان يمهم، شلون كان يحبهم، شلون كان يخاف عليهم، شلون كان يموت لأجلهم. وعلى الصعيد الآخر هنالك النقيض، فهنالك من ساهم وشجع بقتل أباه وهو حي، فربما الموت ليس بالضرورة يعني الوفاة، فهنالك الكثير من الأموات وهم على قيد الحياة. ميت الروح والقلب، وهذا أصعب من موت الجسد، لأن موت الجسد ربما يأتي ليكون رحمة، بينما موت الروح والقلب هو أصل العذاب. للأسف الكثير من آبائنا الآن هم يموتون من شدة الألم، لأن أولادهم وزوجاتهم طردوهم بالشارع، وكأنهم بلا إحساس ولا مشاعر، طلعوا وسدوا الباب وراهم، وعاشوا أيام وليالي هم في العذاب أو في البرد أو الحر، ونسوا والدهم بالشارع، شون ينامون؟ شون تخفى عيونهم وابوهم بعيد عنهم؟ برنامج مستمر بالعطاء وإنقاذ الناس وإسعادهم وانتشالهم من العذاب ورسم إلهم الابتسامة والحياة الكريمة. صار لعشرة سنين وزمد ومشيت على البيوت، الناس قرايب واحد واحد كلها طردت، كفيلك الله ومحمد وعلي، ما أجذب علي. جاءنا اتصال من سائق تاكسي، وهذا السائق حاير ويا امرأة كبيرة بالعمر وما يعرف وين ياخذها، ويقول صعدت وياي ومن الصبح لليل انا افتر على اقاربها والجيران، وللأسف ما حد قدر انه يستقبلها، ما خلينا منطقة او خلينا مكان ما رحنا له، وكل ما نروح وتكون الابواب كلها مغلقة بوجوهنا، ولا واحد منهم استقبل الحجية لا من قريب ولا من بعيد، فاني على باب الله وما اريد اضطر انه انزلها بالشارع، وهذه مره كبيره ومثل والدتي. فورا اوعزنا الى قدومها للدار، ما يكون خاطرها الا طيب، اذا الكل ما يستقبلها احنا نستقبلها ونخليها فوق الراس.
شلونك امي؟ الله يسلمك. شلون اخبارك؟ نعم الله عليك. لا البعيد والجري جزاك الله الف خير. الله يطيل بعمرك. شتي امي يا امي؟ ام جواد. على راسي يا امي. الله يسلم راسك، ربي يحفظك ويوفقك. الله خير امي، خابرنا بالتاكسي ويفتر بيش بالسياره. عساك سالم من طيبك، ربي يخليك ظهر لي ولغيري. شنو اللي صار وياك انت؟ والله صار لي فوق 10 سنين هذا ابني طاردني، هو وابنه والدار جت لابن اخوي همين اخذت لي مدام يا هلا روح لي يقل لي باسم الباب ذاك ابنك وروحي. ليش؟ ما بي كبايا ابني، ما بي غير. دار الرعد هناك همين اللي يصدق رعد لهم بالحي هم قال لي اخوه ثم هلا طاردينا لازم انت هم تطردينا ما تخلينا عندك. هي ما راح حبابة وطيبة وقاعدة عندها. أم جواد، أم جواد، أم شد ولا عيونك؟ الله يسلم عيونك، رحم الله والديك، جزاك الله. أنت عندك كم ولد؟ ماكو، بس هو بس واحد. عندك بس واحد؟ إيه. شو أنت قاعدة يما أنت؟ إيه. ربيتي جاك شلون صار؟ ربيت وكبرت تعبت تزوجت وباع بيت عندي ملك عطيته باسمه وباعها والثاني دور من الزراع وباعها بعدين قام ما يريدني لا هو ولا مرته ولا. ليش ما رادش؟ شنو السبب؟ ما لا والله لا مسوي سبب ولا ايش. شاهد هذا ربه فوق راسه ما مسوي ايش. رحت بيت اخوي هذا ابن اختي همين قعدت لعدة مدة، رحت للثاني همين هم ثلاثة قعدت لعدة مدة، للثالث الدورة قضيت ابن اخوي هذا الرجال همين كان قوام همين النسوان ما تريد النسوان اما ياخذون حجي الحاصل الله يدار. رحت لهاي المره قالوا لا لازم تطردينها هاي صديقه لي من زمان وعمي انا. هو ايش قال لك اول بدايه؟ اول بدايه ايش طلع من جواد؟ شلون سمعك ايش قال لك؟ انا ما اريدك. جواد ابنه جيت لبست العباءه وبدت تطلع لي شويه بالباب. اي هذا شو؟ قال وين تردين؟ قلت له شويه ضايق اقعد شويه باب الحوش. سحني طببني للغرفة سد الباب علي لمن خلاني بردنا وكسرت كسر ايه خلاني اسحب خليه طلعت. قال لي هذا هو شق له وابني بدل ما يقول له ليش مسوي ايش وين ماشي وي بيتك هادي؟ لا قال لي عوفها عوفها بعد البيت هذا ما طبه. الله اكبر. وهذا ربه فوق راسه. قال له بعد ما طب البيت رحت البيت همين خالتي قعدت قالت اقعدي هنا وحتى لو تردين هنا شو بديك مكان واجرلك. ايه قام يخابر قال لها لا خليتها عندكم قومانيين. اجوا ولدها قالوا لا امه ما زال هم اهلها طاردين احنا شنو ذنبنا احنا قومانيين شو سوينا منكر شغال احنا بنينا لها غرفه وقعديناها هم صدق بنوها بالليل وبالنهار ببلاش بنوا غرفة عود وياه قعدون دار هو قام كلنا وقال لهم قومانيين قومانيين يعني يهد عليهم ويعاركهم ها شو اسمه قوام ايه قومانيين الا ظلت بهاي المنطقة انتم حصتها وهي ما يصير. وليش عدوتها انت؟ الله اكبر. بعد ها يعني لا يرضى عندك تبقين قاعدة ولا يرضى عند الغير حكم الغوى على الضعيف بعد هذا حظ من الله سبحانه وتعالى خليت طلعوش خطيئة إيه خافوا ايه صدق قال لها كل شيء لا تخليه احنا نتحمل مسؤوليته رحت
بعد همي أنا ولد أخوي هذا واحد الكبير عده ثلاثة هم قضيته كل واحد قضيت له عده مدة وتعرف النسوان ما تريد لها أحد الدورة رحت أمي أنا رحت لها يا لأي البنت صديقة مرة طيبة مثل وجهك ولا بعدها أمي أنا خذيت له مدة أجيت هذا أخوي الثاني متوفين هم اثنينهم أي عده هذا 6 ولد الله يستر عني شاهد هذا الله فوق راسه ظلت عده 10 أيام ما أدري إيش قدر ظلت تجير إحنا ما نعول نفتك منها ما أدري شلون يسمعوا إيش كلام هي المرة هي سولف على البنات مالت الله ما ردن عليها لا عوجة ولا مصطح بعد 2 بنات تو إحنا ما نعول نخلص الحاصل خليت ورحت هي المرة بالحاي صديقتي الدورة هذول هد علي أخوها عود شيخ العشيرة وتعالي وشو بعدين ما يقول لها أنت الله بيها وين تروح جاء غير بتنا تجي على علينا إحنا قرايبها سوا بيها كل خلوا ودوني هذا إجاهم واحد هم من العشيرة قالت لأريدك تود أم جواد العلي عذار جابوني بسكته الله أكبر الله أكبر يا يوم الله أكبر يا يوم هاي كلها فرات والطردات من بيت البيت ولا الابن يقبل ولا القرايب ولا الأحفاد وبالأخير خلاص يا أمي هاي تاكسي وما خبرني بالتاكسي يا مالك فما يتصل في خطية كفيلك الله لا نسوي شيء لا لا ويفتر بيها ما يندل وين الدار اي خطية ودخيل الله ودخيلكم هاي الحجية وهيك هيك قصتها اي صدق والله هذا من العشيرة سحني بسيطة صدق تبت هو دار لنا هو لنا هو لكم اذا ما شيلهم القاع والله يونا شيلهم عساك سالم اريد ربي مباشرة تعال تجي وما يكون خاطر وخليك ظخر الي والغيري الحمد لله والشكر ما اعرف يعني هل هذه شو مسويتها الحجية الام شو مسويتها متبهدلة هاي البهدلة من مكان لمكان خابرت عليه هو هذا ايه؟ 6 ولد خابرت عليه قلت له محمد امك ما رضت والله قلت له قالت كل شيء ولا تجين ترحين العبد الخالي خابرت عليه وانا هناك عند المرة هاي بالحي قالت لها قلي لها كل شيء ولا تجيني وانا ما ظلت عندهم يمكن 10-15 يوم وخابرت كل شيء ولا تجيني وهم 6 ولد صلوات على محمد هم عود ولد اخوه وجواد بعد ما خابرت جواد ما يعرفني لا بالشمس ولا بالقاع ما دق عليك لا ما قالوا امي وين خابروا هم قالوا لا امك هاي واحد يطرد منها واحد يطرد قال ايه كون تريد خل تجي انا ما طارت كون تريد خل تجي لا وصل ولا كنا يعرفني وربيتي وكبرتي ربيته بالضيم واخويا منا ما يريد عذباني دوني معنا عليه قلنا طردين ابوه أبينا رده وأنا بعدنا حامل بيت طلق عني هو من جبته قام يدق علي قال تودينا أنا وكنت ما أقدر ضمني مشى تقتلني وين بعد ما توديه ودي ربيته بالضيم والغار وهاي الجزء للأسف يا أمه والله للأسف أسف سالم والله للأسف الله يحفظك ويرزقك يخليك ظخر إلي والغير الله يكبر حظك وينصرك ويشكب عنك إن شاء الله
هاي صار. لا ما شو مشرب. نشرب. لا ما أعرف. مشربين مي. أمر الله عليك يا أمي جزاك الله خير. لا أمي تمرين أمور الحمد لله شكر يلا إن شاء الله خير. أنا وليدك أمي أنا وليدك أنت والدتي. يروح لك مليون. ما يكون خاطرك إلا طيب يا يوم. عساك عليك. ما يكون خاطرك إلا طيب والله. أمشي ترتاحين وتستقرين. رحم الله والديك. وللأسف والله يا يوم للأسف. يعني هي هاي إنجازاتها وتعب برباك وضحيتي وتعبتي وكبرتي وسويتي بالأخير ما رايدة من شيء غير يا غمال من بيت البيت بالأخير من بيت البيت للأسف والله للأسف وعظم نادم ثقيل دام مرة كبيرة طالعة بالسن يعني تتبهذل هاي البهذلة آخر حياتها وآخر المطاف من بيت البيت يسمعها كلام واللي يحكي عليها ويقولها كذا طلعت من يمي عد أنا عدهم هاي يا مرت أخوي تقول البنات كنا ما نعاون نفتك منها ما جايتها هي أول مرة عد يرضون يفرصون منك للأسف ما نعاون نفتك منها أجت والدورة خابرت من رحت منها خابرت هي المرة القاعدة عندها أمي لا شيلين هم قالت لها كل شو لا تجينا أم جواد كون تريد تجي تروح بيت عبد الخالق بيت عبد الخالق هم ابن أخوه الحمد لله شكرا يلا أمي قومي يلا قومي إن شاء الله خير الأمور طيبة لا شيلين هم يلا يلا أمي حبيبتي يلا أمي قلبي كمان الله ورسوله جزاك الله كانت أم جواد تعاني أشد المعاناة وحالتها حالة وأقرب الناس إلها طردها بالشارع اللي هو ابنها ومكتفى بهذا الشيء أي بيت تدخل بيه الأم يتصل عليهم ويقول إحنا وياكم قوام عشائريا أي بمعنى آخر تهديد علني وصريح وصارم من قبل الابن لحين ما صارت الأم ما حد يستقبلها يا بيت تروح لمن أقاربها يقول لها طلع إحنا نخاف من ابنك ليسويه عشائر ويانا وإحنا ما بينا حيل بتروح يم الجيران الجيران يقول الله يخليش ابتعدي يا أمي إحنا ما بينا حيل لأن ابنك خابرنا وهددنا فصار الكل ما يريد هاي الأم لا من بعيد ولا من قريب بسبب الابن ما اكتفى بس بطردها بل وصى وهدد بنفس الوقت أي شخص يلف في أمي بصريح العبارة أنا وياكم قوم عشائريا والأمور تطلع عن سياقها الرسمي أفا 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 من كان عندي قبل كلهم يحبوني ومن يد ومن القلب كانوا يبوسوني وافتر علي الوكيد وبالفقراني طحيت لأحبابي أني رحت حاسب يعينوني من رحيت وتفاجئت بقد شعري تندميت من الباب طردوني وتوجهنا إلى مناشدة أخرى جاءت إن من منطقة الكرادة وهذه المناشدة تتكلم عن رجل كبير ينام بالشارع بالعراء وما عنده أحد وتعرفون اللي مر بالعراق من أمطار غزيرة هاي الأمطار كلها عالية وما عنده حتى فراش يتغطى به
فورا انطلقنا لإنقاذ العم من عذابه وحزنه ومعرفة الأسباب اللي خلتنا ينام بالشارع بهذا البرد والمطر. شلونك حجي؟ الله يخليك. شلون صحتك؟ الله يخليك. شلون امورك؟ ابو من؟ ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن حجي ليش هنا؟ شو تسوي؟ اولادك وين؟ ضيم من الضيم 15 سنة ما عندي بوكان. يا عيني. اي والله. اي؟ اي. ياما اشتغلت كنات في الكراتين نهضة ياما اشكال الوان. أولادك وين هم هسه؟ أولادي ما شايفهم صار لي 13 سنة. وين هم؟ ببغداد؟ وين؟ ببغداد بالدورة. وليش طلعت منهم؟ والله منهم ماتوا وشعرفوني يعطوني تلفون يخابرهم يحطوا لي شفة. يعني أنت متواصل وياهم؟ لا والله. تك كم واحد عندك؟ ولدين عبد الرحمن وعبد الله. عبد الرحمن وعبد الله. ايه امهم وين؟ ماتت الله يرحمها. الله يرحمها. شو وقت ماتت؟ 2002. 2002. انت شت قاعد يمهم؟ لا مو يمهم. يعني شت منفصل منها؟ ايه منفصل بال 97. وهم كانوا الجهال يم امهم؟ اي يم امهم. ايه وانت ورا انفصلت وين رحت؟ اشتغلت بالكاتشين نعطك الناس. ايه. واشتغلت بالنجارة. ايه الحمد لله والشكر. وين كنت تبات؟ ابات ما عندي بوكان. ابات بالجراج. بالجراج. وبعدها طلعت من الجراج لو وين؟ من الجراج لقاني قالوني حارس بشارع الكربائيات واحد اسمه حجي عبد الله طاني شقه. اي حارس عن مخازن. تمام. وامن احرس امن هاي. وش بقيت انت؟ ايش بقيت؟ وحيد مريض ضربني جلطة بيا سرطان. ايه ايه. يا عيني انت. وش تاكل؟ ايش تشرب؟ على قاسمة ود الحلال يعطوني منها يساعدوني. باقي منا على الناس. مع الناس. وجهالك ولدك ما خابروك؟ ما قالوا ابوي هذا وينه؟ لا والله لا يسألون ولا هاي. يا ما سمع مريض مو زين ما حد على بال. ربيت بدموع العين هاي الثالثه. كبرتهم؟ اي والله. بس انت هم عفتهم فتره هوايه صح؟ اي انا من مقصر وياهم. بس ما يخالف المفروض انه انت والد. ايش اسوي استاذ هذا حظي غير اطلب منه لا ياخذ لا ياخذ ما انت اذا ما اشوف ولدي. تري تشوفهم؟ اي صار قد ما شايفهم؟ 13 سنه. الله الله هسه كبار. ما اعرفهم اذا اشوفهم ما اعرفهم. لا اله الا الله. وهذا انا وين تنام بهالبرد هذا؟ اي والله بهدلت مرضت هذا هو. وجاينا مطار. شلون راح تنام؟ شلون راح تقعد؟ هذا هو الحمد لله والشكر على وعده. الحمد لله والشكر يا ابي. هسه تريد تشوف اولادك؟ ما يجون اتوح عليهم ما يجون. اما وين ساكنين؟ بالدوره. خاف شاله ولو نفس المكان بعدهم؟ مره ما ادري. أدبيهم بالدورة. عندك أرقام تليفوناتهم؟ لا والله ما عندي. بالدورة وين؟ بها منطقة؟ يم بلاد الشهداء. هناك؟ إيه بالشقق. بلكة الله يسمعوك. وين الله؟ الله وين البيت؟ يسمعوك يجون عليك. بهذلت أنت للأسف والله. للأسف. 13 سنة حجي ما رحت لهم؟ أبد. ليش ما رحت لهم؟ خارت وخارت وفات خارتهم شفتهم مطيت على القاسمة وخصت الباسعة بعد ولا شفتهم. أنت ما صار عندك وقت مثلا؟ هاي الدورة قريبة. ما صار عندك وقت؟ ما عندهم أستاذ ما عندهم.
وتروح هناك عليهم مثلا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يلا عمو ليش لا، يلا ما يخالف، انا ابنك احبك على راسي. انا ابنك يابا، انا ابنك، ما يكون خاطرك الا طيب حبيبي. لعينك ما تقصر. شو تسوي بعد هذا؟ وعد الله سبحانه وتعالى. وعد الحمد لله والشكر. يا عمري انت، يلا ليش الهم، ليش الهم. يلا ان شاء الله تمام. بعدك شباب حجي؟ لا ما ادري 58 سنه ايش بكم من النعمه. بعدك شباب ان شاء الله. شنو قلت مريض؟ انت رحت فحصت، رحت مستشفى؟ سويت عمليه باستاد عندي لحمه زاده، وديت للتحليل طلب لي سرطان. قبل ايش قد هاي؟ قبل 4 أشهر حوالي. وهملت روحك انت؟ شو اسوي؟ راتب فلوس ما عندي، راتب كيماوي. يا قلبي يلا ليش يلهم، سووا لنا تجي وياي، ليش يلهم حجي، ليش انا فتوى قربان ما... باذن الله ليش يلهم. انت ما حجوني بيك تتبنى ثلاث ايام علي. يلا ان شاء الله جيتك انا تؤمر، انت تؤمر ابو عبود. فتوى لانك خاطرك الله طيب. سنروح من هنا ان شاء الله يا ربي، ونشوف وضعيتك وعندك طبيب يفحصك شيء، هاي التفاصيل كلها. صاير عندي مرض بطني ما تطلع. ايه هذا من القلق والتوتر والبريق والقهر. فعلا هذا كله ياثر عمو. شوي شوي ترتاح نفسيتك اول شيء، وباذن الله بركه الله نوصل لاولادك هم يجون يشوفوك تفرح. مو هذاك بتوى اذا شوفهم تفرح؟ طبعا اي عندي اكو واحد ما يشوفوا. ان شاء الله يا ربي هم تجي يشوفوك ان شاء الله يا ربي، تفرح نفسيتك ترجع. الله يوفقك، الله يوفقك يا حبيب محمد. يلا حجي تومر، تومر يلا نروح بدوا يوم شو جاي للدار. يا الله الله. كان الحجي يتمنى انه يشوف اولاده ولو للمره الاخيره، وكان يتوسل انه يشوفهم، وصار سنوات ولا شايفهم ولا يندل بيتهم. مرت بظروف صعبه، وهذه الظروف خلته يشتغل وينام بنفس المكان، مره حارس مره منظف مره بالبلديه، لحين ما كبر والحيل راح والجهد قل وما بقى عنده احد غير بس الله سبحانه وتعالى. الآن هو يطلب أنه يشوفهم، يقول قبل لا أموت خلينا أشوفهم ولو للمرة الأخيرة. شلونك امي؟ الله يسلمك. يلا الحمد لله هنا راح تعيشين يمي باذن الله. مساك سالم ربي يحفظك. ما تكون خاطرك الا طيب. الله يوفقك ان شاء الله يا ربي. راح راح الهم راح الحزين ويرزقك ويوفقك الله. هنا باذن الله راح تبقي معززه مكرمه. مساك سالم. وهذا مكانك انت اهل الدار واحنا الضيوف فيه والله. مساك سالم، اريد ربي يحفظك ويرزقك ويشكر عنك كل شر. جزاك الله ألف خير. في حال يوم إذا أجاك جواد وقال ليش ترجعين وياي تجي؟ لا ما أرجع وياه. ما تردين وياه؟ لا. وقال ليش أنه أنا أعتذر وآسف؟ لا لا حتى كل شيء زي ما أرجع وياه. ما تردين وياه؟ لا أي واحد يجي ما أرجع وياه. لين بعد العذاب شفتيه؟ طبعاً للأسف والله. وهذا حفيدك ايش قد عمره اللي مديده عليك؟ ولد شاب للأسف والله.
الحمد لله شكر يا رب الحمد لله. بس يا أخ سالم أريد ربي يحفظك ويرزقك ويشقف عنك كل شر. ملوا من إيش؟ ها أمي؟ طبعاً. ليه شو ناديتش أنت؟ أنت شوف والله ما أقدر عد أشير راسي وما لا على حياتك. حياتي. الصلاة صوم ثلاث شهور. يا الله نار كلها أقعد من ثلاثة لليلة أصلي من من أصلي كم صلاة يا الله كلها لها البيت الرعمة أصلي وهذا الجزاي. لا إله إلا الله الحمد لله والشكر يا رب على كل حال يا أمي الحمد لله. هذا الجزاي هذا الزاي من الله هذا كله اختبار كله اختبار من الله يقيس صبرك وانت مؤمنة يشوف مدى طاقة اللي عندك الحمد لله والشكر لعد هذه اللحظة انت متمسكة متمسكة بالله متمسكة بي نتلاذة يا كل شيء أصلي كلها لأدمية الرحمة يعني التزمة مو شلون ما كان بس ليش العذاب هذا الصيام التدجة هو هاي أول مرة هيك صار وياك لو دائما هو كان يا أمك بس شاب هاي مرته وابنه صاروا ما يشوفوني بعينه يعني عذروني أجد ابن أخوي أمين أخذ على مدة من النسوان ما يا دجي ما أكون ما أعتر عمين وهذا رب فوق راسي الحمد لله شكر يا أمي طيلي بعمرك ويحفظك إن شاء الله يا ربي صحة وعافية ويبارك لي بيك أمي خلاص أمي سهلة 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 حياك الله حجي أبو عبد الله الجميل الثالث علي حجي أنت شنو تركماني لو كردي لو شنو تركماني تركماني والله والنعم أي بابا والله والنعم ومنين من تركمان من كركوك والله احسن ناس بنت ونات اي والله بنت والعينك تعرف تحجي تركماني ايه الطلاقة ايه هو شوي قريب على التركي صح ايه نصص الحمد لله والثن اه حلو تمام والله انا بس اعرف بس نصص انت تعلمني انت تعلمني تموني امر ايه تعلمني هنا نجي تعلمني شوية شوية يا عم انت الحمد لله والشكر شلونك هسه هنا الحمد لله والشكر مرتاح ان شاء الله هنا يا ربي راح تعيش بخير وسلامه وما تحتاج احد ان شاء الله لا بريد ولا مطر ولا حر طبيبك يمك اكلك شربك ناس هنا تتمنى انه تخدمك وتقدم لك خدمه والله ما يقاسون اي والله تتمنى يقدموا لك اي خدمه ما يقاسون لان انت الخير والبركه وصلى الله اني يوفقك يا ربي وبركه الله انه يسمعونا اولادك ابجا حبيب محمد ويجون على والدهم من حلقك السماء انت تعرف شنو شغلهم لا والله ما تعرف شنو يشتغلون ما اعرف فان شاء الله يا ربي شو اسمهم هو عبد الرحمن وعبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن ان شاء الله يا ربي خير عبد الله شنو هو ها عبد الله شنو أصغر واحد مواليد 95 95 إيه وعبد الرحمن مواليد 90 90 ها عبد الرحمن أكبر إيه أبو عوف متزوج؟ لا ما متزوجين لا ليش أبو عوف؟ وعبد الرحمن يزحول أبو عوف ها اللقب مالته تلقبه؟ إيه وإيش يشبهوك؟ إيه تسوي إن شاء الله يا رب إن شاء الله أنت شنو اسمك؟ خالد يعني اسم عبد الرحمن خالد ايه يا رب بركة الله ان شاء الله يا رب يسمعوك ويشوفوك باذن الله يا رب ويجوك ان شاء الله ويسلمون عليك وتروح وياهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله امين طبعا للامانه انه الحاج ابو عبد الله صار له فتره كلش طويله هو تارك عائلته واهله نتيجه الظروف اللي مر بيها البلد واللي مر بيها هو نفسه شخصيا كان اكو انفصال بينه وبين زوجته وعلى اثر هذا الموضوع وغادر البيت وظل يشتغل اعمال حره
يوم بالنهضة، يوم في مكان آخر، يوم حارس، يوم منظف، بس كان بحيله وماخذ الدنيا بقوته. ولكن من كبر شاف ما له أحد، الأمراض تكاثرت عليه، ظروفه صعبة، لهذا السبب ما بقى عنده أحد، اضطر أنه هو يلجأ لعائلته بس ما يندلهم وما يعرف مصيرهم وين ولا يعرف مصير أولاده وين. فبقى أهل الشغل اليوم ما يدورون رجل كبير بالعمر، يقول لك أنا جايب شخص أنه يحمي مكاني، أو جايب شخص مثلا يكون عينه على هذا المكان، شو سوى برجال كبير؟ فصار ما حد يشغله بعد، فاضطر أنه هو يبات وينام بالتقاطعات وبالشوارع بهذا البرد بهذا المطر والحر اللي مر به العراق. لحين ما الحمد لله وشكر تم من قاده، ولكن اليوم هو يرد يشوف أولاده، يقول أمنية حياتي أنه أنا أشوفكم، صح أنا مقصر بحقكم بس ما أريد منكم شيء، بس أشوفكم من الفترة الأخيرة أو للحظات أخيرة، وإن شاء الله يا رب يسمعون. هذه من جانب. الجانب الآخر اللي هو أكثر ألم وأكثر حزن، وهنا توقف الأقلام وتجف الصحف ويسكت القلب عن التعبير والدماغ، إذا تكلمنا عن الأم، هذه الأم بكل ما تحمله من طيب، بكل ما تحمله من عرفان، بكل ما تحمله من محبة، من إخلاص، من ود، من حب ما بيه مصالح، من حب صافي، تعزك وتحبك وكبرتك وتعبت عليك وسودتك وأنطت، ولا يوم أخذت ولا يوم فكرت أنه يتاخذ، قد ما فكرت أنه هي دائما معطاة، دائما أنه هي تقدم يد العون، دائما ما تخاف عليك من كل شيء، إذا كنت مريض وإذا كنت تعبان وإذا كنت غضبان، أو ربما الشخص الوحيد بالعالم اللي يتحملك ويرضى بيك، يرضى بيك إذا كنت غني، وترضى بيك إذا كنت فقير، وترضى بيك إذا كنت مريض، ترضى بيك إذا كنت صاحي، وترضى بيك إذا كنت وزير، ترضى بيك إذا كنت معاق. الإنسان الوحيد اللي ترضى بيك بكل تفاصيلك وعيوبك ومحاسنك ومودتك وكل شيء، كل شيء ترضى بيك. والناس تخابر عليك على أمك وما تجي عليها، هذا المنتج، المنتج المنظامها. ولكن بعد هالعمر هذا من توصل الأم بهذه المرحلة وهذا العمر، ما عنده أحد ومكسورة خاطر، والسنوات أخذت ما أخذت منها، راحت للبيوت تدقهن وتوسل إنه تبات هاي الليلة يمهم، تالي عمرها وشيباتها وشيلتها، والسنوات كسرت ظهرها، والتجاعيد أخذت كل شيء بوجهها وعيونها بيضت، وما عنده أحد تاليها انه تفتر بالشوارع وتفتر بالبيوت وبالأزقة. يا أبا الله يخليكم ستروا علي بس الليلة، ثاني يوم تروح، لو ما مخلفه أفضل، والله لو ما مخلفه ما كان بجت ولا كان انقهرت، تقول هذا مصيري وأنا عشت بدون خلفة والحمد لله والشكر، بس ما لأنه تخلف تتعب. هالعموم إن شاء الله يا ربي خير، ثم راح يكونون يمنا إن شاء الله يا ربي بصحة وعافية. وإحنا دائما ما نقول إذا عافتهم الدنيا إحنا نريدهم، وإذا أولادهم مرادوهم إحنا أولادهم، وإذا ما قاعدوهم ولما كبرتهم إحنا نريدهم ونقعدهم ولما كبرتهم ونفتخر بهذا الموضوع. فالحمد لله والشكر على كل حال، بس للأسف والله باشر عقبة شو راح تقعد والسولف بين الظلم،
شو راح تقعد وسولف بالديوان، شو راح تقعد وسولف لاصدقائك او سولف لجيرانك، ويعرفون والدتك مطروده ووالدتك مكسور ظهرها وما حد لفاها ولا حد وصل لها، والطامه الكبرى من الجيران تلفيها تخابر الجيران تقولهم طلعوها هس، اذا ما طلعوها احنا وياكم قوام. القوام منو يطلع وراك؟ قوام منو القوام يطلع وراك؟ يوم العشائر هذه كلها بخت وجود وطيب، عشائر تطلع على ابن عاق حتى يطرد امه بالشارع، ما يريدها تبقى ببيت ويسترون عليها العالم. تخيلوا وياي، تخيلوا وياي انه هو ما اكتفى بس بالطرده، اوكي طردها خلاص، لا قام يلاحقها لأي بيت الطبي، طبت بهذا البيت باتت يخابر ابو البيت شلون تبيتها، لا هاي تطرد بالشارع، اذا ما تنطرد احنا وياك قوام. شنو لحقت هذا؟ الله اكبر. والله حتى لو عدو، لو عدو وعدوك عدوك هم ما يقبل ضميرك وغيرتك انه يبقى بالشارع وطرده من بيتك. مو بيته واعرف هو من بيت اشتردك، بس هو لين رحت يم العالم؟ حتى يم العالم مرادك هسه طلعين. وبالاخير يخابرني ابو التاكسي يقول لي والله ما اعرف وين اوديها، ما اعرف وين اخذها هاي الحجيه مره كبيره، وراح يجي الليل وما اعرف وين. يرحم اهلكم. تتلعم على بختك صديق كذي، شلون تفتر بيه؟ هو الدار المن غير لكم الدار، روح للدار عمي وما يكون خاطره كله طيب. فهذا الدار احنا كاتبين بعباره، دار هذا اسس صممه للاباء والامهات الذي لن ينجبوا رجال، اللي ما عندها رجال واللي ما عنده رجال هذا الدار مالته. تحياتي لكم يا رب، اشوفكم صحه وسلامه وعافيه، وهنيئا لكل شخص يما والدته ويما والده، والله يرحمهم اذا ميتين، وان شاء الله يا رب اشوفكم دائما صحه وسلامه وعافيه. امين في امان الله. ان شاء الله بهذا الدار راح يعيشون يمنا بخير وصحه وسلامه باذن الله يا رب، وراح نشرف على كل شيء يصب لمصلحتهم، لان هذه هي رسالتنا الانسانيه، اذا ما رادوهم احنا نريدهم، ونخليهم بنص عيوننا وما يكون خاطرهم الا طيب، وهم اهل الدار واحنا الضيوف.